إلى الحال للجيش المناضل حديث الأبطال يوم المواسم في جبالك في سهولك والسواحل وانحني للجيش يا كل الشوارع اعزف إلى الحال للجيش المناضل جيشنا يا جيشنا جيشنا يا ذا البطل أنت قد حررتنا في نضال وعمل جيشنا يا جيشنا جيشنا يا ذا البطل أنت قد حررتنا في نضال وعمل سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته متابعينا ومشاهدينا الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. في هذه الحلقة نذهب وإياكم سويا إلى جبهات العزة والكرامة حيث يرابط فيها أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية ويذودون عن حياض الوطن وأمنه واستقراره لننقل لكم حياتهم اليومية وكيف يتعاملون مع الخروقات المستمرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإيرانية فأهلا ومرحبا بالجميع. يلا اليوم نشهي بالجعب والبنادق كل من في خطوط النار يحمي رفيقه حان وقت التسلل واقتحام من خنادق حان وقت التقدم كل تبه دقيقة حان وقت التقدم كل تبه دقيقة وانت يا الحر هاجم من يمين المنافق وانت بالميسرة هاجم بنفس الطريقة يا المجاهد تقدم خذ ثلاثة فوارق وانت سوي عليهم خالفه كي تعيقه وسط قلبه وراسه والعيون الحوادق ذوقوه المرارة واقطعوا له شهيقة ذوقوه المرارة واقطعوا له شهيقة يالله اليوم نشهي بالجعب والبنادق كل من في خطوط النار يحمي رفيقه حان وقت التسلل واقتحام الخنادق حان وقت التقدم شواهق كل واحد يساند حين نهجم رفيقه ننقذ اسلامنا من كل حوثي منافق ننتصر للوطن والدين رب الخليقه ننتصر للوطن والدين رب الخليقه يالله اليوم نشهي بالجعب والبنادق كل من في خطوط النار يحمي رفيقه حان وقت التسلل واقتحام الخنادق حان وقت التقدم كل تبه دقيقة حان وقت التقدم كل تبه دقيقة للمذلة وعيش الذل قلبي مفارق عيشة الحر في الجبهات عيشة عنيقة ما لها بالعبوة والفي والفي صاعق ما لها بالوتر واللغم ذي في طريقة شد والعزم يا كمل محنك وحاذق نحو صنع نعود وتعود صنع عريقة نحو صنع نعود وتعود صنع عريقة يالله اليوم نشهي بالجعب والبنادق كل من في خطوط النار يحمي رفيقه حان وقت التسلل واقتحام الخنادق ومرحبا بكم إخوتي المشاهدين والمتابعين من جديد في برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. في هذه الفقرة نتعرف وإياكم عن سير العمليات العسكرية والقتالية في المنطقة العسكرية السادسة وأيضا كيف تتعامل قيادة المنطقة العسكرية السادسة مع جميع منتسبيها مع تلك الخروقات المستمرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بالإضافة إلى عملية التأهيل والتدريب لاستعداد قيادة المنطقة العسكرية السادسة للمرحلة القادمة
حول هذه المعلومات والتفاصيل نتعرف فيها وإياكم إخوة المشاهدين من خلال اللواء ركن هيكل حندف قائد المنطقة العسكرية السادسة. فأهلا ومرحبا بالجميع. مرحبا بكم وببرنامجكم المميز درع الوطن. العمل المنطقة العسكرية السادسة في مسرح عمليات متسع إحداثي أو من الجهة الشمالية من قطاع الريان وبالضبط من مواقع قناو ممتدة بالشهلة العلم حويشيان بالامتداد إلى جبهة الجدافر مع لقشع إلى رغوان إلى حزام ماس. مسرح عملياتي يمتد إلى ما يقارب 195 كيلو. هذا المسرح العملياتي اليوم على اتساع جغرافية المنطقة العسكرية السادسة. في هذا الجانب نحن على يعني جاهزية واستعداد تام واستعداد قتالي في أحلك الظروف وفي أسوأ الاحتمالات، سواء جانب المناطق التي نرى ونرصد العدو فيها لترتيب هجوم من قبله أو أننا أيضا الجانب الآخر اللي هو قضية الترتيب القتالي من قبلنا. فتعتبر المنطقة العسكرية السادسة هي الحزام على مستوى الجهة الشمالية الغربية لمحافظة مارب، ما بين محافظتين، ما بين محافظة الجوف ومحافظة مارب. بالنسبة للتعامل مع العدو في الخروقات التي تحصل منه وبصفة مستمرة في الفترة الأخيرة تعتبر لا هدنة مع العدو، وخلال هذه الفترة لم تجدد الهدنة، بمعنى أنه العمليات العسكرية قاب قوسين أو أدنى للانطلاق. وإن كان من الماضي وفي الفترة السابقة للعدو خلال الهدنة التي مرت لم يلتزم ولا ينضبط بأي هدنة كانت، وما يأتي من يوم إلا وفيه عمليات سواء بالتعامل المدفعي أو بغيره. المرحلة أيضا خلال المرحلة التي نراها اليوم بعدما صدر القرار من مجلس الدفاع الوطني وبرئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد بأنه هذه الجماعة جماعة إرهابية، هذا تحول في الجانب السياسي ويشد من أزر الجانب العسكري في الميدان، بمعنى أنه لا تفاوض لا هدنة لا تصالح مع هذا العدو من الجوانب السياسية ومن يعني ملتقى الطاولات أبدا، بمعنى أنه على الجانب العسكري أن يعد العدة ويرتب لحسم المعركة عسكريا بعد صدور هذا القرار. وهذا يلزم علينا التبعات، نحن القادة في الميدان وعلى وزارة الدفاع أن تهيئ الظروف وترتب الجانب الترتيب العسكري الصحيح لبداية عمليات تعرضية وخاطفة نستطيع أن نتمكن منها، لأن نعيد العدو إلى صوابه أيضا خلال المرحلة القادمة. واستعدادنا لمثل هذه الظروف المواتية بعد هذا القرار يحتم علينا جميعا أن نهيئ وندرب أكثر. في خلال الفترة الماضية كان التدريب الحيز رقم واحد لكل المناطق العسكرية من جانب التأهيل والتدريب. خلال هذه الفترة أوجدنا أيضا قوات نوعية للاستعداد للعمليات التعرضية. فمثلا في المنطقة العسكرية السادسة نحن على أتم الاستعداد في أكثر من مكان في قطاعنا أن نباغة العدو بعمليات نوعية بإذن الله سنحقق فيها النجاح. خلال هذا الأمر وضعنا الخطط ورتبنا الترتيبات والاستعداد القتالي على يعني في أعلى مستوى للقيام بعمليات تعرضية في قطاع المنطقة العسكرية السادسة، إضافة إلى الترتيب
وسد الثغرات الموجودة وبالله وبفضل الله تعالى كل الثغرات على امتداد المنطقة العسكرية السادسة، وكما قلنا 195 كيلو، إلا أننا استطعنا أن نسد كل الثغرات التي يسعى العدو للاختراق منها، فنحن له بالمرصاد في هذه المناطق والثغرات التي يعني يترقب منها. كما أسلفت لك أن نحن على استعداد تام في خلال فترتنا هذه أن أوجدنا قوة متميزة مدربة على مستوى الوحدات، على مستوى قوة احتياطية للمنطقة العسكرية السادسة، يعني وحدات نوعية جاهزة للتوجيهات من المستوى الأعلى، وبالأخص قيادتنا في رئاسة هيئة الأركان العامة ووزارة الدفاع. نحن ليس إلا في انتظار التعليمات التي تحدد لنا ساعة الصفر التي يعني نعمل بموجبها. بمجمل الكلام وبمجمل العمل خلال هذه الفترة في المنطقة، بفضل الله انتقلنا نقلة نوعية في أكثر من جانب، الجوانب الاستخباراتية، الجوانب الاستطلاعية، الترتيب في غرفة العمليات المسيطرة على مسرح العمليات. نحن نؤمل بإذن الله تعالى أن تكون قيادتنا السياسية بعد صدور قرار تصنيف الجماعة الحوثي جماعة إرهابية أن يرتب في ساعة صفر لكل المناطق العسكرية في كل الجبهات على مستوى مسرح العمليات، سواء في الساحل الغربي، سواء في يعني مأرب، سواء في جهات يعني كل القطاعات الجبهات. إذا ترتب هذا الترتيب نعدكم بإذن الله تعالى أن سيتحقق النصر في أقرب وقت، وبمساعدة ومساندة الأشقاء الذين لا يألوا جهدا أن يستمروا في هذا الجانب بالدعم اللوجستي والدعم المعنوي، وهم يعني دائما وأبدا واقفين في هذا المنطلق، ولازال الدعم منهم مبشر بالخير، بل سيكون أكثر. يعني ونطمئن أنفسنا ومنسوبينا أن الأشقاء في هذه المعركة إذا حصلت سيكون دعمهم أقوى وأفضل من الفترة الماضية لحسم المعركة، لأنه لا هواده، لا حل سياسي، لا ملتقى مع هؤلاء أبدا إلا لقاء السلاح. كلمة أخيرة للقيادة السياسية وأيضا لأبناء الشعب اليمني، خصوصا ممن يقبعون تحت وطأة تلك العصابة الإجرامية الذين ينتظرونكم اليوم أنتم كقيادة عسكرية في القوات المسلحة التابعة للشعبية لتخليصهم من قبضة تلك العصابة الإجرامية. هو الوضع اليوم كلما استمر العدو في الهدنة كلما انكشفت سوءتها أكثر. هو لا يعيش إلا في الحروب، ولا يعيش إلا في مستنقع الدماء فقط. واليوم كما نشاهد مثلا عندنا في الجوف، الحاصل فيه ثورة قبلية شعبية أمام طغيان هذا العدو واضح جلي، وأصبحت القبيلة في خندق واحد أمام مواجهة صلف هذا العدو. وهذه خطوة اليوم يعني توضح أن مهما مكث أو سيطر أو بالقبضة الحديدية على مستوى المحافظات التي يسيطر عليها، إلا أن فيه غليان ظاهر من الشعب في كل مديريات اليمن التي يسيطر عليها الحوثي. هذا وإن دل يدل على أنه نهاية العدو قريبة ستكون من الداخل أكثر مما يكون الزحف العسكري من خط التماس، وهذا يعني يحفز قواتنا ويحفز أيضا قيادتنا السياسية أن يعملوا على الخطين ويعمل على الجانب الشعبي المتذمر من الحوثي من الداخل، وتحريك الجانب العسكري من خط التماس
ليتلاقى الجميع في حسم المعركة بإذن الله. هنا معطايا تربتي، قلب أرضي لم يزل قم العطائي. هنا بعض عطايا تربتي، قلب أرضي لم يزل قم العطائي. هنا مدى الخير الجنتين، على أرضي موفور النماء. هنا مدى الخير الجنتين، على أرضي موفور النماء. مغدقة أرضنا خيرا علينا، إنها مبارحة مغدقة أرضنا خيرا علينا. تصنع الخير لنا أروقة حيثما امتدت يدينا، تصنع الخير لنا أروقة حيثما امتدت يدينا. ذهبوها الجهد كي تعطيكم خيرها أخضر جم، وأطيل فوقها أدرعكم تعطيكم ما شئتم كيفا وكم. مغدقة أرضنا خيرا علينا، إنها مبارحة مغدقة أرضنا خيرا علينا. تصنع الخير لنا أروقة حيثما امتدت يدينا، تصنع الخير لنا أروقة حيثما امتدت يدينا. ذهبوها الجهد كي تعطيكم خيرها أخضر جم، وأطيل فوقها أذرعكم تعطيكم ما شئتم كيفا وكم. نواصل تغطيتنا وزيارتنا الميدانية مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن، من هنا من ميادين العزة والكرامة حيث يرابط فيها أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية، ويذودون عن حياض الوطن وأمنه واستقراره ضد فلول وأزلام ميليشيا التمرد والانقلاب الإيرانية، عن حياة المقاتلين وكيف يتعاملون مع الخروقات المستمرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، نتعرف فيها وإياكم إخوة المشاهدين من خلال العميد حمزة البيل مساعد قائد محور الجوف. إليك سيادة العميد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين. إحنا في قطاع محور الجوف وفي المسرح القتالي لقيادة محور الجوف ووحداته السبعة، متمركزين في القطاعات حسب توجيهات القيادة العسكرية وقيادة محور الجوف، وجاهزين ومستعدين لصد أي هجومات من قبل العدو، وفي أتم الاستعداد. بالنسبة لتواجدنا، نتواجد في رغوان وفي الريان وفي الرويك وفي البلق الشرقي
وفي الكسارة وفي الكنائس، وحدات المحور تتمركز في عدة مواقع وفي عدة جبهات، سواء في جبهات مأرب أو في جبهات الجوف، ومشاركة في جميع الجبهات، ومقدمين الجرحى والشهداء وغيرهم والأسرى. فبالنسبة للعدو، العدو عنده تحركات في جميع الجبهات، عنده استحداثات عيارات، عنده استحداثات مواقع خندقة تحصين، لكن نحن له بالمرصاد. الحمد لله خلال الهدنة تم التدريب والتأهيل لأفرادنا وضباطنا، لدينا قوة احتياطية لقيادة محور الجوف في أتم الاستعداد والجاهزية، سواء للهجوم أو الدفاع أو تنفيذ أي مهمة حسب توجيهات الأخ قائد المحور ورئاسة الأركان ووزارة الدفاع. في ظل هذه الهدنة الأممية الهشة، كيف تتعاملون أنتم كقيادة عسكرية مع تلك الخروقات المستمرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية؟ نحن جنحنا في 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 إطار الهدنة، جنحنا للسلم، جنحنا للسلم حسب توجيهات القيادة وحسب يعني قانون الأمم المتحدة. جنحنا للسلم والتزمنا بوقف الإطلاق، بوقف إطلاق النار كامل في جميع الجبهات والقطاعات. الخروقات التي يمارسها ميليشيات الحوثي هناك خروقات مستمرة، بل لم يتوقفوا نهائيا، لم يتوقفوا من خروقاتهم ومن هجوماتهم. نتعامل مع الخروق نصده بكل قوة، ونتعامل معه بنفس السلاح الذي يتم خرق الهدنة فيه، ونفس الأسلحة بل أكثر من ذلك، ومستعدين لهم وجاهزين لهم بأي وقت. نعم. رسالتكم من هناك قيادة عسكرية تبعثونها للقيادة السياسية والعسكرية ولجميع أبناء الشعب اليمني؟ أولا نوجه رسالة لأبناء الشعب اليمني، أبناء الشعب اليمني تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، وأبناء الشعب اليمني في مناطق الشرعية، نوجه رسالتنا لأبناء الشعب في سيطرة مناطق الحوثيين أنه نحن عارفين أنه طال انتظاركم لقوات الشرعية، وأنتم معولين على قوات الشرعية. نحن مستعدين ومواصلين السير حتى تحريركم من الاستبداد الحوثي. ننصحكم نصيحة أخوية صادقة من قلب محب، أنه أقل واجب أو أقل معونة أن تعاونوا الجيش اليمني أنه أبقوا أبنائكم في بيوتهم، أبقوا أبنائكم في مدارسهم، ومهما طال الغياب لكن الفرج قريب بإذن الله. نحن نعمل جهدنا وباستطاعتنا، وإن شاء الله إن شاء الله أن النصر حليفنا، والنصر قاب قوسين أو أدنى. نبشركم أن الأمور طيبة، وأن القيادة السياسية والقيادة العسكرية توحدت وعرفت عدوها الرئيسي هو الحوثي، وسنعمل على إبادته إبادة نهائية بإذن الله تعالى، لن تقوم له قائمة بعدها بإذن الله. رسالتي للقيادة السياسية، أولا نشد على أيديكم، ونحن تحت توجيهاتكم. الرسالة الأولى أنه عليكم أن توقفوا إلى جانب الجيش، إلى جانب رواتبه، إلى جانب مستحقاته. الجيش الوطني هو الذي يذود عن البلاد، هو الذي يقاتل في, في, في ظروف استثنائية، يعاني من نقص من المرتبات، يعاني في نقص في, في, في اللوجستي، يعاني في أشياء كثيرة لا نريد أن نذكرها، وقيادتنا العسكرية قد تم الرفع من قبلها. لكن نزيد أن نذكر أن يعني اهتموا في الجيش اليمني، في الجيش الوطني، في جميع الجبهات، في الساحل، في الجنوب، في كل يعني
تواجده في جميع مسرح عمليات القتالية. وأهم نقطة هي المرتبات، إذا وجدت المرتبات مستطيع كل وحدة أو كل منطقة عسكرية أن توجد قوامها الحقيقي حسب الهيكل العسكري للقوات المسلحة. فرسالتي نقول أعانكم الله ونحن جاهزين حسب التوجيهات للهجوم أو الصد أو الإيقاف أو الزحف أو أي توجيه نتلقاه من الأخ فخامة الرئيس الدكتور رشاد بن علي العليمي وأعضاء المجلس الرئاسي وقيادة قوات التحالف العربي الذين كن لهم كل الاحترام، أشقائنا وأخواننا الذي شاركونا وبذلوا معانا أرواحهم ودماؤهم ودعمهم اللوجستي والمادي والمعنوي والطيران وغيره. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، نشكرهم شكرا كثيرا على كل ما قدموه ونطالبهم بالمزيد من الدعم. الوقت غير، الوقت ليس لصالحنا كقيادة عسكرية أو قيادة سياسية يمنية أو قيادة التحالف. كلما تأخرنا عن الحسم وعن قطع مشروع ذراع إيران في اليمن كلما تمدد مشروع إيران. نحن نعاهد المملكة ونعاهد دول الجوار المتعاونين معنا أننا سنقطع ذراع إيران في اليمن أو في أي منطقة عربية تتواجد فيها أذرعة إيران. نحن بذلنا أنفسنا وأموالنا وبيوتنا وأبناؤنا لله وفي سبيل مشروع صد الماليشيات الحوثية في اليمن وذراع إيران في المنطقة العربية بأكملها. شكرا جزيلا منصور، إن شاء الله حياك الله. شكرا. من نادى من صبري وقال انتظري والشعب في قلبي لصوت الجرحي كما حدث غزوة محلى المساني وسط الليالي السود والحرب شعري تسري أسود الله بين الغدري كم من رجل مقدام شاجع مقاتل جهد ليوم الحزم واعلن ضواري ورتب الأبطال شاك الفصايل ودقهم بالقذفات والعياري واذكر جثثهم بالدباب والسوايل واضرب عليهم والقلب قاشط وزاري واعلن عليهم يا الأسد سحب شامل يا ما حل القزوة محلى المساني وسط الليالي السود والحرب شاعل تسري أسود الله بين الغداري كم من رجل مقدام شاجع مقاتل نزل عليهم يا دياب البراري ندعش جحافلهم ندق المعابل طلع صيك في سلمي في حضاري لا عد تحاول يا القبيلة تحاول مليت من صبري وقال انتظاري والشوق في قلبي لصوت الجرامل يا محل القزوة محلى المساني وسط الليالي السود والحرب شاعل تسري أسود الله بين الغداري كم من رجل مقدام شاجع مقاتل قرار أهل الحكم وأهل القراري قرار غير الحسم يا دوب فشل كما وهو العزم بحول انكساري عن أرضنا والعرض لدى التنازل جهاد متوصل بليل ونهاري من أجل دين الله نمضي لوصل يا محل القزوة محلى المساني وسط الليالي السود والحرب شاعل تسري أسود الله بين الغداري كم من رجل مقدام شاجع مقاتل قرار صنع جاري والحسم جاري قاري بتدخل هالرجال البواسل والضعف ما تراجع ولا ترك مساري ما دعم ولن العز ماله مقابل طب هذا شامل للجبال والصحري يا الله تنصلنا على كل باطل حال القزوة محلى المساني وسط الليالي السود والحرب شاعل أهلا ببرنامج دروع الوطن.
طبعا حياة الأبطال في جبهات العزة والكرامة والإباء حركات يعني حياة فداء وإباء والتزام وجهاد ورباط دفاعا عن دين الله وعن العرض والشرف والدين والوطن وحمايته من ميليشيات الإرهاب والكهنوت والطغيان. معنويات الأبطال معنوية عالية مستمدة من عقيدتهم القتالية ومستمدة من روحهم التواقة لبلد يسوده الأمن والرخاء والعزة والاستقرار. طيب حياتكم التي تقضونها هنا في ميادين الشرف والبطولة وأنتم تذودون عن حياض الوطن وأمنه واستقراره ضد تلك العصابة الإجرامية التي لم تلتزم لا بالمواثيق ولا بالعهود كعادتها وتخترقها منذ توقيعها في لحظاتها الأولى. حياة الأبطال حياة التزام بما اتفق عليها المتفقون، لأننا دعاة سلام ودعاة بناء دولة لا دعاة حرب، وإنما الحرب فرضت علينا دفاعا عن ديننا وأمتنا وعقيدتنا وشرفنا. ملتزمون بالهدنة رغم أن العدو متمرد على الشرعية وعلى المواثيق الدولية وعلى كل العهود والمواثيق المتفق عليها، وجاهزون في أي وقت لصد وردع هذا التمرد دفاعا عن ديننا وعرضنا وكرامتنا وعن بلدنا المنهوب المسلوب. كيف تتعاملون مع الخروقات المستمرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإيرانية سواء هنا في جبهات مأرب الجنوبية أو غيرها من جبهات القتال؟ نتعامل معها بشدة وحزم. العدو في كل يوم له خروقات عبر الطيران المسير والصواريخ والمدفعية والكاتوشة والقنص، احنا نتعامل معها بحنكة وحكمة وصد وردع، وصبرنا لن يطول. صبرنا لن يطول، وإذا نفذ صبرنا فليبشروا بالبركان الهائج. احنا كالبركان الهادئ إذا ثار لن يتوقف ولن يكون له رجعة. منصورين إن شاء الله، منصورين سيدة العميد بإذن الله تعالى، وشكرا لوصولكم وجهودكم. شكرا. لا تعطوها وتبغون عطاها، لا تشحوا ثم تركون نداها، لا تعطوها وتبغون عطاها، لا تشحوا ثم تركون نداها، ودعوا فيها تراها يرتوي عرقا منكم إذا شحت سماها، ودعوا فيها تراها يرتوي عرقا منكم إذا شحت سماها، ولوجه الله دموا سكتا أنه لم يعطكم أرضا سواها، ولوجه الله دموا سكتا أنه لم يعطكم أرضا سواها. لا تشحوا ثم تركون نداها، لا تعطوها وتبغون عطاها، لا تشحوا ثم تركون نداها، ودعوا فيها تراها يرتوي عرقا منكم إذا شحت سماها، ودعوا فيها تراها يرتوي عرقا منكم إذا شحت سماها، ولوجه
عليه الله دموع سجدا أنه لم يعطكم أرضا سواه ولوجه الله دموع سجدا أنه لم يعطكم أرضا سواه ولوجه الله دموع سجدا أنه لم يعطكم أرضا سواه. حياة الأبطال المجاهدين في الجبهات معنوية عالية وعزيمة قوية وإصرار مقاتلين المعنوية عالية جدا فوق السحاب فوق الثريا خاصة ذا الأيام دونه الهدنة والله والله ما بزيدهم إلا ثبات وإصرار وثبات عون الله وإن شاء الله إن شاء الله النصر قادم. رسالتك لتلك العصابة الإجرامية؟ رسالتي بعون الله ندعسهم دعس بعون الله بعون الله بعون الله وبعون الرجال المقاتلين الصابرين الثابتين الصادقين بعون الله نحن ندعسهم دعس هم ما لهم إلا دعس إلا إبادة. أقول لك بحاجة ما لهم إلا إبادة ما بش حوار معهم ما بش هدنة ما بش لا القيادة لا تركان. أنا أقول لك بحاجة واحدة لا تركان ما بش حاجة بين نحن يوم هدنة لا تصدق يا أخي ما بش هدنة والله أن نحن ما احنا راكنين بهدنا من هنا وهناك تصدق مكذب ومكذابه هم كذابين نحن نعرفهم من صعده هدنا هدنا كذابين لكن والله نحن امامهم بالمرصاد والله العظيم نحن امامهم بالمرصاد. رسالتي الى المواطنين الذين تحت سيطره ميليشيا الحوثي مزيدا من تمسككم بالقيم لان انحلت قيم كثير من القبائل انحلت قيم كثير من الوجهات انحلت قيم كثير من الشخصيات الاعتباريه وسقطوا امام لعاعات الدنيا او التهديد يا اخي والله لن يكون لك الا ما قد كتب فلا تخاف لا من كبير ولا من صغير عيش برباطة جيشك عيش بقيمك بأخلاقك بمبادئك عيش كما عرفك المجتمع هامة وطنية لا تنسلخ لا تنجر أمام أطفال معتوهين يريدون لعاعات الدنيا كن أنت أنت الذي عرفك الناس لا أنت الذي صنعتك ميليشيا الحوثيين. أما رسالتي للجانب السياسي ممثلة برئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي نقول له ونطمئنكم أننا ملتزمون بالهدنة. الهدنة هي من مبادئ وتعاليم وقيم الدين الموجودة يعني نحن لم نخترقها رغم الاختراقات التي تأتي من العدوى المتكررة من ضرب طيران المسير الهاونات كل أشكال الحرب الذي يقومون بها وعدته هم يخترقونها إلا أننا ملتزمون بالهدنة. فنقول المجلس الرئاسي صراحة الشعب اليمني سواء الذي تحت سيطرة الحوثي أو الذي في الشرعية استبشر خيرا أن اجتمعت كل الأطياف السياسية على هدف واحد ودحر ميليشيا الانقلاب. مرة أخرى نشكر وزير الدفاع ورئيسة الأركان وقائد المنطقة العسكرية الثالثة لواء منصور ثوابة وكذلك قادة الألوية والمحاور في المنطقة وجميع ضباط وصف وجند المنطقة العسكرية الثالثة وجميع أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. سيدوم الخير في أرض مقيمة 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 رافض الإصرار إلا أن يدوم رافض الإصرار رافض الإصرار إلا أن يدوم رافض الإصرار إلا أن يدوم أرضنا بوركتي من ولادة أرضنا بوركتي من ولادة لم يعش في عمرك الخير عقيمة لم يعش في عمرك الخير عقيمة كلما ولى عن الساحة فيك عظيم شهدت من عظيمة خلفه نمضي ولا خلف لنا خلفه نمضي ولا خلف لنا ما مضى فينا أمينا مستقيما ما مضى فينا أمينا مستقيما ما مضى فينا أمينا مستقيما ما مضى فينا أمينا
سيدوم الخير في أرض مقيمة رافض الإصرار إلا أن يدوم رافض الإصرار إلا أن يدوم سيدوم الخير في أرض مقيمة رافض الإصرار إلا أن يدوم رافض الإصرار إلا أن يدوم أرضنا بوركتي من ولادة أرضنا بوركتي من ولادة لم يعش عمرك خير عقيمة لم يعش عمرك خير عقيمة كلما ولى عن الساحة فيك عظيم شهدت منا عظيمة خلفه نمضي ولا خلف لنا خلفه نمضي ولا خلف لنا ما مضى فينا أمين المستقيم 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 إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء إلى مطاف نهاية حلقتنا لهذه الليلة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. لا يسعنا إلا أن نشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة حتى الملتقى في حلقة جديدة. حفظ الله اليمن وأبطال قواتنا المسلحة البواسل. عانق الأبطال يم البواسل في جبالك في سهولك والسواحل وانحني للجيش يا كل الشوامخ واعزفي للحال للجيش المناصر.